السلام الحباب الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، هانين. كي دايرين مع الصحه؟ كل شيء مزيان. كنتمناكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم نشارك معكم ان شاء الله الاجواء في الباديه، الاجواء الرائعه، اجواء الجميله، اجواء ما كاينش بحالها. هنا مشينا عند النسيب ديالنا، عيطنا جينا عندو العربية لجهة تيفلت، المناطق الفلاحية، الجردة، ليمون، الحامض، العنب، شنو ما تشهيتي كاينة في هاد المنطقة، أي حاجة تشهيتيها كاينة في هاد المنطقة، الخضرة، كلشي. الخضره ما كيشروهاش من السوق تبارك الله، كل شيء من الارض، كل شيء كتجبد الخيرات ديالك من الارض. انا جيت بغيت نكتشف بزاف الحوايج، وبغيت نكتشف معاه الكوشه كيفاش تصاوب الفخر انك انت في العربيه عايش فيها. ضروري خصك تعتمد على راسك ودير شي حوايج طبيعيه، مكاينش لاش تشريها بالفلوس وكل شيء عندك موجود. هنا بقينا كنصاوبو في الكوشه باش نصاوبو الفاخر، وخا راح الليل بقينا كنتقاتلو معها باش نكملوها، لكن ما قدرناش، خليناها حتى الغدا. هنا في الصباح غادي نجيبو العواد باش نكملو الكوشه، باش نجيبو لها المسائل ديالها اللي باقا خاصه. مشينا بالعوده وغادي طقر طق طقر طق، يا سلام شوف الطبيعه. جبنا العويدات وقررنا اننا اليوم نشعلوها. احنا كنصاوبوها بواحد النكهه، واحد الجمال، يعني اي واحد في البادية صوبها سهلة، تخرج لك ثلاثة الخناشي، جوج ونص، يعني الشتوى كاملة وانت كطيب غير بالفخر. صراحة في تلك الليلة اللي غنصوبوها فيها وسالات فاش وجدت الكوشة وانتم غتشوفوها ان شاء الله، صوبنا بها طاجين ما نقول لكمش كيفاش. هنا كنعاونو، كنوجد بها العواد، انا راني كنعاونو وكنستافد منها، كنعاونو ومنها كنستافد، وكنحفظ الطريقه كيفاش نقدر نديرها في العربيه ديالنا عاود. ونهار اللي نمشي للعربيه ان شاء الله عندنا جهاد سكوطه ان شاء الله، نصاوبها بيدي ونوريكم كيفاش دايره. صراحة انت كتصوب كتتمتع بالحياة، وخا كتعب وخا كتضرب تمارة بزاف ما كتحش بها، لان الجمالية ديالها والهواء الطبيعي هنا ولدي برزتني مبغاش يبعد مني. الدري الصغر كيعاونوك، الطريقة اللي خصك دير هي هكا، كتبني العواد كاملين كتبنيهم وكتخلي في الوسط ديالها خاوي، ضروري تخلي الوسط ديالها خاوي، كتستف العواد كتستف بحال اللي كتبني شي قبه، ديما كتخلي لها الفم محلول، ديما طالعه كتبنه باش كتبني العواد، دير الغلاظ، العواد الغلاظين كاملين، وكتبقى تستف عليها هاد الشطب هذا والعواد الرقاقين. شوفوا الطبيعه الجماليه ديالها، هنا كتبقى تستف هاد الشطاب هذا باش فاش تجي دير التراب متهبطلكش، ومن بعد هاد الشطاب حاولنا نرمو التراب عليها ولكن كيهبط التراب، تيهبط لتحت لداخل. شنو خصك دير من كتشوف التراب كتهبطلك هكاك؟ جبنا التبن، واحد التبن فازك
قديم محطوط في الأرض، صب عليه الشتاء فازك. عقدناها بالخيط هنا، نسيب جبد طردق الخيط تعودي، قلت وغا شور الخيط راه راشي، جابدو عاوتاني وقاطعو عاوتاني. يا ودي قلت له جبد غاب شوي، شتي ودي الزيت البلدية هي اللي كتخليك صحيح. انا كرمو التراب، انا غادي نعاونو ان شاء الله بالفاس. ومدى مضربة الفاس وقيلة شي 7 سنين ولا 8 سنين مضربة الفاس، وتوحشتو عرفتي كيخليك اون فورم. داكشي زين، كنوجد له التراب وهو كيجيب التبان وكيرمي فوق منا، شفتو انا نمشي نعاونو، شفتو ما قداش خصني نعاونو. شتي التبن كيفاش داير، هازك شويه وغنديروا عليها التبن كامله باش ترمي عليها التراب ما تهبطش لتحت، باش تساعدنا وتقبب اجواء ما نقول لكمش. وتشوفوا في الاخر النتيجه كيفاش غتكون. يا سلام، تبع الفيديو خطوه بخطوه، في دارك انت في الباديه قادر دير اي حاجه، اي حاجه كتمشي تشريها وكتشريها المشكله وماشي طبيعيه. اما هذه انت راك ديرها طبيعيه، حاجه طبيعيه، حاجه كديرها بيدك والفويخرات كيطلعوا حسن من داك الفاخر اللي كنمشيو نشريو. فاخر كتشري خفيف كيطرطق وكيدوب على بوحدو، اولادك الفاخر الغليظ سمك تلعب فيه ما تبغيش تشعل فيه، هذا عرفتي كتشعلو بحال يشعل البوطه الكبيره. وهنا غنتعاونوا عليها، هنا ساليناها، فاش كتساليها كتشعلها لداخل، كتخوي شويه ليسانس او زيت محروقه اللي عندك من الاحسن، وعاد كتشد الفاخر كتشعل الفاخر في شي بلايصه اللي عندك ولا شي عود كترميه وسط منها، كتخليها حتى كتشعل وكترمي عليها واحد القوس ديالها من الفوق وكتزمتها كتسدها صافي. هنا خاصك تسدها مره ما تخليش الريح كيخرج، خاصها اي ثقبه كتشوفها كتخرج الدخان بزاف تسدها، بقي الدخان يخرج غير شويه باش داك الفاخر كيبقى يعرق لداخل. هنا الله ما علينا الليل، وكاك حلفنا تنشعلوها، هنا غنجي نطلع عليها بالليل تهابك الدخان خصنا نردموها. وهنا هما الفيخرات، الصباح الحال من بعد 3 ايام هادو هما الفيخرات والنتيجة. يا سلام، وهنا نسيب مقنعش وعاود كوشة تانية، عاود كوشة تانية وراها بقى شاعلة لدابا. دابا دازت دابا هاد الكوشة اللي دار ودارها كبيرة، مقنعش عجبو الفويخرات وعجباتو النتيجة. يا سلام، وهنا دار كوشة كتار من الكوشة الأولى، وهاو يتسنى يعمر شكاير ياوي شوي. ما كاين غير الحوت، كاين الكفتة، كاين اللحومات، شوف النتيجة كي دايرة تبارك الله. وهنا عطات جوج الخناشي كبار وزيادة.